هي الآن طرح الإشارات في المرايا كي تكون لحظة الإحداثيات الكراكيبية، إنه الصورة تكون على جهة اليمين والبعد البؤري ونصف قطر التكور يكون موجب، على جهة اليسار تكون الصورة نصف قطر التكور والبعد البؤري والجسم يكون سالب، إلى الأعلى يكون ارتفاع الصورة وارتفاع الجسم يكون موجب والأسفل يكون سالب. في حالة البعد البؤري للمرايا المقعرة يكون موجب، يكون نيجاتيف للمرايا المحدبة. نصف قطر التكور يكون موجب للمرايا المقعرة ويكون سالب للمرايا المحدبة. الجسم بعد الجسم وبعد الصورة يكون موجب ويكون جهة اليسار ويكون سالب جهة اليمين. Center of curvature للمرايا تنعكس على نفسها، في المرايا تنعكس على نفسها. الآن حتى نفهم قوانين أو فورمولا جاوسيان فورمولا فور ميرور، ناخذ المثال التالي: جسم ارتفاع 2 سنتيمتر وقع على مسافة 10 سنتيمتر أمام مرآة مقعرة، نصف قطر التكور إلى 16. find A، أوجد the focal length، البعد البؤري للمرآة، the position of image، موضع الصورة، والvertical magnification، التكبير الجانبي. الفرق أي نعرف أنه من قانون جاوس اللي شرحناه أنه مقلوب البعد البؤري يساوي ماينس 2 على R، فإذا البعد البؤري يساوي ماينس R على 2، R هي نصف قطر التكور. نعوض بالقيمة، في حالة الكونكيف ميرر يكون سالب، فسالب في سالب تطلع قيمة البعد البؤري 8 سنتيمتر إذا موجبة للمرايا المقعرة. يجي الفرع الثاني، موضع الصورة، وموضع الصورة حسب قانون جاوس للمرايا نفس العدسات 1 على S اللي هي بعد الجسم زائد الوحدة على S برايم، بعد الصورة يساوي 1 على S البعد البؤري. بالتعويض بالقيم نقدر نشوف بعد الصورة، هنا بعد الصورة موجبة إذا هي الصورة حقيقية. أجي أشوف التكبير اللي هو الارتفاع للصورة على الارتفاع للجسم يساوي ماينس بعد الصورة على بعد الجسم، بعد الصورة طلع عندي 40 وبعد الجسم 10، الإشارة سالبة معناتها إنه الصورة مقلوبة، وتكون إشارة الصورة موجبة لمعناها إنها حقيقية، فمعناتها إنه الصورة في المرآة المقعرة صورة حقيقية مقلوبة 4 أضعاف الجسم. الآن حتى أحسب قوة المرآة، هناك بعض التعريفات المهمة اللي أخذناها بالعدسات اللي هي قوة المرآة تساوي 1 على مقلوب البعد البؤري بالمتر، والرديوس جوز برينجل اللي هو مقلوب بعد الجسم، F برايم مقلوب بعد الصورة، ومقلوب نصف قطر التكور. نعوض بمعادلة قوة العدسة تساوي ماينس 2K، والتكبير مثل ما تعرفون انه يساوي بعد ارتفاع الصورة على ارتفاع الجسم، وايضا يمثل بعد الصورة على بعد الجسم. الان اجي للسؤال او المثال الثاني، an object is located 20 سنتيمتر، عندك جسم وضع 20 سنتيمتر أمام مرآة محددة، نصف قطر التكور مالها 50 سنتيمتر، احسب أي the power of the mirror، قوة المرآة. الفرع الثاني the position of the image، موضع الصورة، والثالث التكبير. الحل يجي هنا نعوض بدلالة الرديوس فيرجن، وهو قوة العدسة، والاف مقلوب 1 على بعد الجسم
بالأمتار، نشوف الوحدات من هي الداير وبيتا، ونعوض بدلالة الصورة. نشوف التفكير إنه هو بعد الصورة على بعد الجسم. نلاحظ إنه طلعت الإشارة موجبة، فبدلالة قوة العادة، فهذه الإشارة الموجبة نص تدل على إنه الصورة مصغرة، وبعدين من تطلع الإشارة موجبة معناتها معتدلة. زين، من تبعت قوة أو مقلوب قوة العدسة ناقصا 4، بمعنى أن الصورة خيالية معتدلة ومصغرة.